واحنا رافضين رفض قطعي لعوده المنظومه الامن الجامعي للجامعه التونسيه، خاطر هذيك ديما ذكرنا بعهد يعني سيء للغايه، ونرفضوا اللي يكون يعني ثم عوده للمنظومه هذه. واحنا من خلال ممارستنا في الجامعه يعني نشوف في الطلبه نتاعنا الكل الاستقطاب ما يصيرش داخل الجامعات، يعني حتى كان ثم استقطاب مش يكون الطلبه في بعضهم، ما هوش من أطراف خارجة على الجامعة. يعني احنا في الجامعة ما يجيوناش ناس أجانب على الجامعة، غرباء على الجامعة، حتى احنا حتى في الجامعة طبعا ناس صحيحة على الجامعة، لكن تلقى عندك العسير في الباب وعن يعني كتاب ثم شبه في حد ولا حاجة يبلغوا الإدارة، فهمتني؟ طالب إذا كان مرسم عندك في الجامعة ما تنجموش تمنعه باش يتحدث مع الزملاء، أكثر منه التوعية نتاع الطلبة نتاعنا، تحسيس الطلبة نتاعنا. يعني احنا كيما نقولوا ثم الكورون كونت الكورون، يعني اذا كان ثم الكورون تاع متشدد احنا نحاولوا نكونوا في الجامعه صد ليه، خاطر احنا في الجامعه مش يكون هو تنوير العقول، مش يكون هو التفتح على الاخر، يعني اكثر منه يكون يعني عقليه مراقبه من خلال الامن الجامعي والا حاجه. وهو راي المراقبه تتم اذا كان يكون ثم وعي من الطلبه، يكون من الطلبه في حد ذاته يكون ثم مراقبه. حتى احنا قداش مره كي تصير تجاوزات ولا حاجه يجيو الطلبه بيدهم يبلغوا الاداره، يعني فهمت كيفاش المنظومه في الجامعه ما تحقش باش يكون عندك انت بوليس باش يقعد يراقب فيك ولا يعس عليك ولا، يعني الجامعه في حد ذاتها تنجم تحمي روحها كما قلت لك، يعني من خلال المنظومه التعليميه اللي هي تكون اكثر توجه باش تنور العقول، والا ايضا من خلال الطلبه في بعضهم، وهما ديجا هذوك ما يبدوش تنقير يعني ما هو شكل يعني كما نقولوا عندهم الاسباس مسيب باش يعمل شي حد هو، يعني احنا حتى في الجامعه عندنا الضوابط نتاعنا، والاستقطاب كما قلت لك راهو ما يصيرش في الجامعه، وحتى من بعد هما كي يجيو المدرجات الجامعه الكل ما هيش مسيبه بهذيك الدرجه، مثلا باش يعملوا هما مثلا اجتماعاتهم ولا خاطر ثم ترخيص يعني لازم تاخذهم الاداره، ما مش قاعد يعني يصير مثلا الاجتماعات كما نقولوا فيهم فيه ولا حاجه باش هو يدعي الامور اللي حب عليها ولا، يعني كان ثم حاجه راهو جيتهم شي يحكي مع دي كوليج، والاغلبيه تصير من بعد اذا كان في الفوي والا تصير يعني مثلا كنقولوا يسكنوا بعضهم في شومبر ولا المنظومه نتاع الامن الجامعي، يعني واحد من الناس يعني في الاتحاد السادة الجامعي نعتقد اللي هي منظومه ما تمشي اكثر يمكن تدخل بتاع تو الارهاب ومن بعد تمشي في امور سياسيه وتمشي في تضييق الحريات، دونك احنا رافضين العوده نتاعها المنظومه هذيك، ونخيروا يعني كما قلت لك نمشي في التوجه الاخر اللي احنا نكونوا سد للفكره هذه.